الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما في كلام كثير يضاف إلى ما سبق به الإخوة جزاهم الله خيرا، ولكن ما نؤكد عليه هو أن يلتزم الإنسان بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يخالف ذلك، وأن يكون هذا هو هجيراه في الدنيا حتى يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. ومتى ما ترك هذا الإنسان الصراط المستقيم والطريق القويم فإنه يأتي بالبواقع ويأتي بالفواجع التي تضره في الدنيا والآخرة. ولذا كان هذا المنبر هو دعوة للناس إلى ما في كتاب الله عز وجل، وإلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى نبذ الفرق والجماعات والأحزاب المختلفة التي تريد أن تحرف الناس عن الصراط المستقيم. وأن هذه الدعوة ليست دعوة لحزب معين أو جماعة معينة، وإنما هي دعوة لجميع الناس بالرجوع إلى أصل الكتاب والسنة، والرجوع إلى الأصلين والمنبعين الصافيين اللذين يكون بهما النجاة في الآخرة. وهذا الذي ندندن حوله دائما ونحث الناس على التمسك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتمسك بهذا الدين. وكذلك الإنسان يا أخواننا ما يتعمق، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، اللي هو التعمق والتنطع والتبدع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يأتيه بحصيات يرمي بها جمرة العقبة، فجاء بحصيات سبع كحصيات حبة الحمص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، هو مجاوزة الحد الشرعي. وأنا قبل ما أجي أصلي الركن قالوا دخل هنا العلاقة البيوية وقالت هو مش وقال بيذكر إنه بعض العلماء وكذا جوزوا ما جوزوا، وإن شاء الله بنجي نبين لك الكلام لأنه الوقت ما يتسع، لكن نقول لك من باب الإجمال. قال العلماء كما يدندن حول ذلك كثيرا الإمام الذهبي رحمه الله: لو ثبت أن، وفيه كلام كذب كثير زي قال إنه الشافعي بيجوز الكلام ده، والكلام ده نقله ابن كثير في التفسير في سورة المؤمنون وفي سورة تقريبا الطور مش أو شنو سأل سائل بعذاب واقع، سورة المعارج كويس. وكذلك نقل الإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي عن ابن كثير عن الشافعي، فالودك الضاب ساكت عرفتها، وبينقل عن الأخوان المسلمين لأنه منهجه هو إنه بيطعن في الصحابة، وهو ذاته بيقول إنه كلام الصحابة ده ما حجة في الدين. ما تقول لي ابن عباس قال وفلان قال، آية حديث حديث، أي زول يفهم بمزاجه، لكن هو داير يجيب لك الكلام ده عشان يخلعك، عشان أنت ما تستهجن هذا الشيء المستهجن عرفته. عشان كده العلماء قال لك: من اتبع الشواذ، من اتبع رخص العلماء. وده ذكر الإمام أيضا ابن عبد البر القرطبي لعله في كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وأهله، قال: لو أن الإنسان تتبع رخص العلماء
لاجتمع فيه الشر كله، شر كله حيجتمع فيك. برضه هو لو بيقول بالكلام ده، هو لو بيقول بالكلام ده الآن خليه هو يجوز المتعة، برضه بعض الناس قالوا لا، وخليه يجوز النبيذ من الـ من الـ من الـ 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 الخمر من المنبوذ، خليه يجوزه يسكر ويمشي يتمتع، يبقى شيعي رافضي مرة واحد. ها، ومسائل كثيرة جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا اخي ربنا بين لك اللي بتتزوج منه وما بتتزوج منه. ربنا بينن، والنبي صلى الله عليه وسلم بينن يد واحدة ما فيه في نيد. ها، قلنا لك المرة اللي فاتت الموضوع ده مصادم لمقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ النسل، ومن مقاصد الشريعة عفاف النساء، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية إنه الإنسان يعني يكثر الأمة الإسلامية بالحلال، وإنه يمنع الباطل والزنا، ده من مقاصد الشريعة. هل ده فيه مقصد واحد بيحققه؟ ده مقصد واحد من هذا الباطل بيحققه؟ فيه؟ ما في يا أخي، عرفت؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر المحرمات الثمانية في آيتين من سورة النساء. ربنا قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وبنات الأخ، لغاية الآية البعدية ربنا قال والمحصنات من النساء، أي من المحرمات. تلقاها فوق على يدك الشمال، الصفحة على يدك الشمال فوق، ربنا قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. ما وراء ذلك أي ما دون المحصنات من النساء أي المتزوجات، ما بجوز لك تتزوجن، وكذلك الأصناف الثمانية، أمك، بنتك، أختك، عمتك، خالتك، بيت أختك، بيت أخوك، كويس، أختك من الرضاعة، كويس، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنساء اللائي في حجوركم، ونساء أو الأبناء دي، والجمع بين الأختين، كويس. والتامنة ربنا سبحانه وتعالى ذكر المحصنات يعني المتزوجات من النساء، دين ما بجوز إنك تتزوجي. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني لو مالك أنت بشراء أو بجوز لك تطاع وتستمتع بها، لأنه برضو في بيكون فيها تكثير النسل. أما ما سوى هذه الأصناف الثمانية فما بجوز لك. عشان كده ربنا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من غير الأصناف الثمانية ما بيجوز لك. وجاءت السنة وأضافت أنواعا أخرى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الإنسان المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، ده برضو جاء تحريمه في السنة، عرفتها؟ ولذلك ربنا لأنه واحد يقول لك قد يكون قال كلام زي ده إنه وأحل لكم ما وراء ذلكم، وراء ذلك مش قاله؟ وراء ذلكم ما معنى؟ يقول لك مش وراء ذلكم، أنا أخش طوالي، أنت خاشي وين؟ وأنت بتقدر تخش كده، خلينا من خاشي وين؟ ما بتقدر. لكن بعد ده ما معنى الآية يا بليد؟ مخالف كلام الإمام مالك، مخالف كلام القرطبي، مخالف كلام ابن حيان في البحر المحيط، مخالف كلام ابن عثيمين وابن باز والألباني، ومخالف كلام العلماء كلهم، الزول ده مخالفهم، ويتبع له شواذ من الأقوال، حتى أسانيد ذاته نحن ما بنسلم معك بصحتها. ولو سلمنا معك بصحتها العلماء، بعض العلماء ذكروا الكلام ده فده كلام مردود عليهم للأدلة، والعلماء اللي قالوا الكلام ده جبل قياس، الإمام القرطبي قال لهم لا قياس مع النص، قياس مع النص معف، وإلا كان هذا القياس هو قياس إبليس. لما إبليس قالوا له ده اسمه قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع وجود النص. كل علماء أصول الفقه، كل أي عالم من علماء أصول الفقه من الأئمة الأربعة أو من الظاهرية أو من غيره بيقولوا لا قياس مع النص. ربنا ذكر لك في الآية دي، الآية البعدية طوالي، شوف الآيات دي بتتكلم عن كيف إنه الإنسان المسلم يقضي شهوته، دي صورة النساء وحقوق النساء، وكيف عشرة النساء،
ويتعامل مع النساء كيف إذا زنت ومتزوجة، إذا كانت ما متزوجة، إذا كانت مملوكة، إذا لم تكن مملوكة. صورة النساء تدور حول هذه الحقوق، عرفتها؟ فربنا سبحانه وتعالى الآية البعدية قال: ومن لم يستطع منكم طولا أي مقدرة أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذا ما استطعت تعمل شنو؟ هل ربنا قال لك تمشي تسوي الحاجات الشينة دي؟ ربنا قال لك إذا ما قدرت تسوي شنو؟ تمشي لملك اليمين. فمن لم يستطع منكم، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي المتزوجات من العذاب. ربنا قال ذلك، هذه الأحكام المذكورة في الآية من زواج ملك اليمين، ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة قال العلماء يشمل الزنا واللواط والفعل مع البهائم، لأنه بعد شيء حيجينا واحد برضو يجوز لنا يقول لك بتجوز، فهمت؟ ما الصوفية جوزوها لكن ده بعد شيء برضو بجوزها معهم، فهمت؟ والرابع أن يستمني الإنسان. الأربعة ديل العلماء حرموهم. ربنا قال ده كله يخش في العنت. ربنا قال ذلك لمن خشي شنو؟ العنت منكم. بعد ذاك ربنا قال وأن تصبروا. هل في الآية دي ربنا أرشد ولو بالإشارة أو بمفهوم المخالفة أو بأي مفهوم من المفاهيم التي يفهم بها القرآن العزيز والسنة النبوية؟ هل ربنا سبحانه وتعالى دلانا على مسألة الاستمناء؟ ها؟ ربنا قال الزول ما قادر يتزوج المرأة الحرة يعمل شنو؟ يتزوج المرأة المملوكة، المالقة مرأة مملوكة، ها؟ أو اللقى مرأة مملوكة، لكن بيقدر يصبر. ربنا قال أحسن له يصبر، ها؟ أيوة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يعني لو كان في خيار من الخيارات التي ترتضيها الشريعة الإسلامية لذكرتها في هذه الآية. والدليل الآية البعدية ربنا قال شنو؟ قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم. شوف الآية دي واضحة كيف؟ يريد الله ليبين لكم، عشان ربنا يوضح لك. ربنا يريد أن يوضح لنا، يبين لنا ويفصل لنا. لو كان هذا الاستمناء مما فيه تخفيف على الناس لشرعه الله، لأن الشريعة واضحة. ربنا قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وهذا فيه من بالمفهوم أن الاستمناء ليس من هدي الذين من قبلنا، ولا هو ممدوح لا في القديم ولا في الحديث. ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ تاني في قياسني؟ ما في قياس. فده كله من الهوس واللعب والنوعيات زي دي تاني ذاته ما بزول يفتح لهم فرصة. عرفت؟ هذا زول بيعكر مزاجنا ساكت تغير لنا الفطرة حقتنا كده. خلينا ان شاء الله اذا كان المجتمع يتحول بصورتك دي، ها، خلينا مغشوشين. بس خلينا مغشوشين ان المجتمع كويس. ده شنو ده يا اخي؟ عرفتها؟ واحد ذاته ما قادر يقف تمام، لانه ما قلنا لكم دي المصايب دي. زول عمره ها كم خرطومية سنة لا سلاف صينية ساكن، فهمت؟ طاقته ما قادرة تثبت في راسه. هذه المشكلة هنا، الركب بلا الركب مكسرة والشغلة كلها بايظة، فهمت؟ فديل يا اخواننا ديل دارين الذين يتبعون الشهوات يدخلوا في الامه والشغله دي فيها اضرار كثيره جدا، من اضرار القلق والاضطراب النفسي وفقدان الذكاء والعقل والامراض في الجسم وفقدان المناعه
والهزال والضعف وشحوب اللون والاصفرار وغيرها من المصائب. بعد ذاك بتحصل ممكن تحصل بك لمرحلة الانتحار، عرفتها؟ ده غير المصائب اللي بتكون بعدين في علاقتك بينك وبين أولادك، عرفتها؟ تلقاه بينه وبين أولاده، تلقاه في النهاية ممكن المرأة تطلقه. والله جد ما ده يا أخوانا، ده ما دي ما مشكلة، مشكلة صحية. عشان كده ما ممكن الشريعة تجي لها بشيء مفسدته راجحة أو خالصة، ما في. الشريعة أصلا ما بتجيك بحاجة مفسدتها خالصة أو راجحة، ده ما عنده ولا مصلحة واحدة. مصلحته شنو؟ المصلحة منه شنو؟ ما فيه أي مصلحة، عرفتها؟ وده ما طريق استمتاع بيوافق الفطرة. ما بيوافق الفطرة يا أخي، عرفتها؟ عشان كده ده من البلاوي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا به. ولذلك العلماء قالوا من تتبع الرخص والشواذ اجتمع فيه الشر كله. فما يزول يا اخواننا يجي ينعق، ها واحد جايب له كتب، اسالك الله، زول ده ما بيخجل اخواننا؟ زول ما عنده ذره خجل ولا دم في وشه؟ ده اسال عليك الله قدام رجال، الرجال ده شد معايا اشيل معي كتب وغلب نطيع ودار ناظر كمان غلب نطيع وين ناظر وضعي يا ود الحلال، ده داير له مناظره اسي، ها؟ لكن ده يا اخواننا من السفه، والله لولا انه الانسان الكلام ده يتقال ما كان رد عليه ذاته. القرود ما بتعمل، القرود بتزني لكن الشغل ده ما بتعمل، ها يا اخي؟ القرود دي حتى الزنا ما بترضاه. جاء في صحيح الامام البخاري حديث عمرو بن ميمون الاودي، شوف الزول ده فطرته مخالفه حتى للقرود، والله الذي لا اله غيره. عمرو بن ميمون الاودي قال انا مره شفت منظر، قال كنت في الخلا بعدين شفت لي قرد عجوز ومعه جنبه قرده صغيره وكان راقد معاه، قال عمك ده لما نام ده قال سحبت، جاء واحد من القرود الصغار شفوت قام هبشة وسحبت ايده ومشى وزن بها، بعد شويه جاءت دخلت ايده طوالي كويس. القرد ده ليه ما مشى شاف له حاجه لزجه يمشي يسوي الموضوع ده؟ يا بليد الود ده جاء قبل شويه، ده القرد يكون افهم منك في 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 الباطل ده؟ القرد افهم منك، ها؟ فقال جاء دخلت ايده، بعد شويه القرد الكبير صحى، قال فشمها فجعل يصيح، فاجتمعت القرود، قال حفروا لها ورجموها لغايه ما ماتت هي والقرد اللي معها. قال فرأيت الرجم في القرود قبل بني ادم. شوف الكلام ده كيف يا اخي، ما ممكن احنا نحصل مراحل بهيميه بهيميه، ها؟ الان الخواجات بيجوا يتزوجوا، الرجال يتزوجوا في النساء والرجال والنساء يتزوجن في القرود وفي الكلاب، ده مجتمع بهيمي يا ناس، ما ممكن ناس يحصلوا مرحله زي دي. والكلام ده يقولوا في جامعه ام درمان الاسلاميه، بالله زول ده ثاني لو جعلك الله اربطوه هناك، اربطوه في الشجره دي، ادوه في الكابه ولا حاجه. يا اخي انت جابك هنا شنو يا اخي؟ ما عندك موضوع يا اخي؟ امشي يا اخي امشي المولد هناك، امشي ناظر الخنجر ده في الموضوع ده هناك، امشي اتكلم معاه. بس البشر ده كلهم مشكلتهم معانا نحن، انتم مشكلتكم معانا شنو يا ناس؟ فده هوس. ميم الكلام ان شاء الله بنجي بعض الكلام اللي قالوا ان شاء الله يرد عليه بالتفصيل.